السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام الله عليكم اخواني متابعي قناة دروس تقنية المعلومات، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم التواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة الجديدة والتي هي بدعم ومساندة من موقع دروس التعليمية على شبكة الانترنت، الموقع الإداري والتربوي المعروف. في هذه الحلقة سأتقاسم معكم طريقة جمع محتويات أكثر من صفحة من صفحات الإكسل، خاصة الجداول، جمعها في صفحة واحدة بنفس التنسيق وبنفس الجودة، حتى نتمكن من إجراء البحث مثلا بطريقة سهلة، خاصة هذا يفيدنا نحن العاملين في المؤسسات التربوية عندما نقوم باستيراد اللوائح من مسار لوائح تلاميذ المؤسسة. فنجد أن هذه اللوائح، لاحظوا معي، سأدخل على إحدى هذه اللوائح هنا، قمت بسحبها قبل قليل. إذن هذه لائحة مسار أو لائحة تلاميذ المؤسسة التي قمنا باستيرادها من مسار. لاحظوا أنها في الأسفل هنا في شيت A بها قسم من الأقسام، ثم شيت أو الصفحة الثانية بها القسم الآخر، ثم الصفحة الثالثة بها الأولى إعدادي 2، ثم الصفحة الأخرى بها الأولى إعدادي 3، وهكذا. إذن مجموعة من صفحة. لو أردنا البحث عن تلميذ معين نريد أن نعيد توزيعه، نريد البحث عنه أين هو داخل أي قسم، وعادة عندما نريد البحث نقوم بالتضليل أو نقوم بالتضليل على الاسم والنسب هكذا، ونبدأ بالبحث داخل هذين العمودين اللذان يحتويان على الاسم والنسب. لكن هذا يحدث فقط على هذه الصفحة، فإذا كان التلميذ متواجدا في صفحة أخرى أو في قسم آخر فلن نجده مطلقا، ويجب أن نمر على جميع هذه الصفحات كل مرة نبحث في هذا العمود أو ذاك، حتى نجعل جميع هذه الصفحات أو هذه الجداول الموجودة على لوائح التلاميذ مصدر أو المستورد من مسار، حتى نجعلها في صفحة واحدة، فيسهل علينا تحريرها، ضبطها، تنقيحها، إعادة ترتيبها، إعادة توزيع التلاميذ إلى غير ذلك في صفحة واحدة إليك. إذن لدينا هذا الجدول أو هذا الملف من ملف الإكسل الذي قمت بإنشائه قبل قليل، وقد استخلصته من الملف الخاص بمسار الذي كنت أعرضه عليكم قبل قليل، وأسميته الأقسام، ووضعت فيه مجموعة من الأقسام، القسم الأول أو الأولى 1، ثم الأولى 2، ثم الأولى 3 4 5، بنفس المعلومات أو البيانات الموجودة على اللوائح التي قمنا بتنزيلها أو استيرادها من مصر. إذا الآن أول خطوة يجب أن نحول هذه البيانات، هي الآن إكسل لا يعتبرها جداول، هي يعتبرها مساحات للعمل فقط، بها أنواع مختلفة من البيانات، بها أسماء، بها أرقام، بها حروف إلى غير ذلك. لكن نريد لمسار أو عفوا نريد لبرنامج إكسل أن يتعرف على مساحة العمل هذه التي نشتغل عليها باعتبارها جدولا، حتى يقوم يمكننا من الجمع بين هذا الجدول الموجود في الصفحة الأولى والجدول الموجود في الصفحة الثانية والثالثة إلى غير ذلك. سنعطي تجربة في استعمال الجداول الموجودة في الصفحة الأولى والثانية والثالثة، ونفس الشيء ينطبق على الرغبة في إضافة باقي الصفحات. لا ربحا للوقت، سنقتصر على الصفحات الثلاث الأولى. إذن يجب أن نحول هذه المادة إلى جدول، وذلك بالضغط على أي مكان هنا، على أي خلية من خلايا الجدول، والاتجاه دائما في تبويب أكوي نتجه إلى متر سو فورم دو تابلو، نضغط هنا في هذا الزر، ثم نختار أحد هذه الأشكال أو هذه النماذج. سأختار مثلا هذا اللون البرتقالي، ثم أضغط أوكي. لاحظوا تم تحويل المعطيات إلى جدول حقيقي، وبه حتى إمكانيات الفلتراج أو البحث داخل العمود. جيد، الآن سنقوم بنفس العملية بالنسبة للقسم الثاني. ننزل ونختار الصفحة الثانية، نضغط على أي خلية من خلايا الجدول، ثم نذهب إلى متر سو فورم دو تابلو ونختار هذا اللون أو أي لون آخر، لا بأس، لا يهمنا اللون في هذه المرحلة، ثم نضغط أوكي. جيد، تم تحويله إلى جدول يتعرف عليه الإكسل بسهولة. إذن الأولى 3 القسم الثالث، نذهب لاختيار أي خلية كيفما كانت، سواء ممتلئة أو فارغة، ونضغط هنا متر سو فورم دو تابلو ونختار، ثم نضغط أوكي. أصبحت لدينا الآن
ثلاث صفحات بثلاث جداول معترف بها من طرف إكسل. الآن سنقوم بإنشاء ملف آخر، ملف جديد غير هذا الملف المسمى أقسام الذي يحتوي مجموعة الصفحات هذه. لا، سننشئ جدولا مستقلا، وفي صفحته الأولى سيتم بالطريقة التي سأتقاسمها معكم، سيتم جمع هذا الجدول الموجود هنا، وبعده في نهايته سيتم إضافة الجدول الثاني، ثم في نهايته الجدول الثالث، مع الحفاظ على نفس التنسيق، نفس الألوان، نفس المعطيات، نفس الأشكال. أكثر من ذلك سيكون البحث في هذا الجدول الجديد من السهولة بمكان. إذا نتجه إلى فيشي ونقوم بإنشاء ملف جديد بالضغط على نوفو، ثم نوفو كلاسر. جيد، الآن ننتظر. الآن هذا هو الملف الجديد، لاحظوا أسماه كلاسر. دائما عندما نفتح ملف جديد يعطيه برنامج الإكسل اسما من عنده وهو كلاسر. الآن لو فتحنا آخر سيعطيه كلاسر 2 وهكذا. إذا لأننا نتعامل مع اللغة العربية لابد من تحويل هذه الأرقام إلى اليمين بالاتجاه إلى ميزون باج، ثم فوي دو دغوات أغوش تحولت إلى اليمين. الآن سنتجه مباشرة إلى دوني، هذا التبويب دوني هنا، ونختار أوبتونير دي دوني هكذا أبارتير دان فيشي. إذا هذه المعطيات البيانات التي نريد أن نسحبها أو نقوم بترحيلها إلى هذا المكان، من أين سنحصل عليها؟ أبارتير دان فيشي، من خلال فيشي معين موجود على هذا الفيشي، هو من نوع كلاسر، إذا هو ملف آخر من ملفات الإكسل كما تشاهدون. إذا نضغط هنا فسيذهب بنا إلى جهاز الكمبيوتر حتى نختار هذا الملف الآخر المسمى أقسام، هذا الذي به البيانات. إذا يجب أن نختاره من خلال المكان الذي وضعناه فيه على جهاز الكمبيوتر. أنا وضعته على سطح المكتب أو بيغو، سأختار بيغو ثم أبحث من هذه الملفات الموجودة. لاحظوا اسمه الأقسام، إذا سأضغط على الأقسام وأضغط امبورتي حتى يقوم بسحب أو تنزيل أو ترحيل محتويات هذا الملف في الملف الجديد حتى يتمكن من التعرف عليه ويقوم بجمع كل تلك الجداول الموجودة فيه في جدول واحد حسب الترتيب الذي نختاره نحن، وسنتقاسم الطريقة. إذا الآن هو سيقوم بسحب كل تلك البيانات إلى هذا الجدول أو إلى هذا الملف الجديد، ننتظر اكتمال عملية ترحيل البيانات. إذا هو الآن قام بالارتباط بالملف الآخر، لاحظوا جيد. إذا الآن نتجه مباشرة إلى سيليكسيوني بليزيور زيليمون، لأننا سنقوم بدمج مجموعة من الجداول أو مجموعة من الصفحات. إذا نضغط هنا ثم نختار، لاحظوا معي أننا كنا في الملف المسمى أقسام، اعتمدنا أو حولنا محتوى الصفحة الأولى المسمى الأولى واحد والأولى اثنان والأولى ثلاثة، هذه التي قمنا بتحويل محتوياتها إلى جداول يعترف بها إكسل. إذن سنختار الأولى واحد، الأولى اثنان، ثم الأولى ثلاثة. إذا نعود إلى الملف ونختار الأولى واحد، ثم الأولى اثنان، ثم الأولى ثلاثة. إذا هذه هي الجداول التي قمنا بإنشائها قبل قليل. إذا نضغط شارجي فيقوم الآن باختيار هذه الجداول ووضعها في متناول اليد حتى نتمكن من دمجها مع بعضها وترتيبها حسب رغبتنا وحسب حاجتنا طبعا. إذا ننتظر عملية تحميل، لاحظوا شارجمون ويقوم بتحميل هذه الجداول الثلاثة. إذا جيد، لاحظوا معي أنه عندما أكمل عملية ترحيل هذه الجداول يعطينا حتى عدد الأسطر الموجودة في كل جدول، هو 37، بمعنى 37 تلميذا طبعا، ويعطينا عدد الأعمدة كولون 6، بمعنى لدينا 6 أعمدة، وأسماء هذه الأعمدة، الاسم، النسب، الرمز، النوع إلى غير ذلك. ثم هنا يعطينا معلومات أخرى تفصيلية، أين يوجد هذا الملف، هذه الصفحة توجد ب على سطح المكتب بملف اسمه الأقسام وغير ذلك. إذا معلومات تفصيلية عن هذا الجدول الذي قمنا بسحبه وترحيله، ثم الملف الثاني أو الجدول الثاني، ثم الجدول الثالث. إذا بعد أن أكمل عملية ترحيل هذه البيانات نتجه مباشرة إلى
obtenir des données maraton okhra wa nanzil ila combiner des requêtes fil asfal wa la nakhtar fusionner nakhtar ajouter nadghat ala ajouter fa sayaqoum al'an bi tartib hadhihi aw tartib na'am hadhihi al jadawil al wahida tilwa al akhar sayatina imkaniyat tartibiha bil tariqa allati nuridu nahn لربما نكون في حاجة أن نجعل الملف الثاني أو الجدول الثاني في المقدمة أو غير ذلك. إذن هنا لأن لدينا أكثر من جدولين أو صفحتين، إذن سنضغط أو موان تخوا طابل. إذن لدينا الجدول الأول في الصفحة الأولى، ثم الجدول الثاني، ثم الجدول الثالث. فإذا ما ضغطنا على الأولى ثلاثة وضغطنا أجوتي، سيتم وضع الجدول الموجود على الصفحة الثالثة هو في الأول. إذن هنا لدينا إمكانية تغيير ترتيب هذه الجداول، لكن لأن الصفحة الأولى واحد بها القسم الأول، ثم هذه بها القسم الثاني، إذن هي مرتبة من الأصل. إذن نضغط الأولى واحد أجوتي، ثم الأولى ثاني اثنان أجوتي، ثم الأولى ثلاثة أجوتي، ثم نضغط أوكي. الآن سيقوم بإعطائنا النتيجة ما قبل النهائية، وهي الترتيب في إطار أو من خلال برنامج برامج موجود على الإكسل نفسه، اسمه Power Query، لأن هذا البرامج سيمكننا بعد، طبعا ننتظر ظهور الجداول الثلاثة. إذا لاحظوا الآن أعطانا هذه الجداول، الآن قام بجمع محتويات تلك الجداول كلها. لاحظوا العدد الكلي لعدد التلاميذ هو 106، بينما قسم واحد به 30 أو 34 تلميذ. إذا قام بجمع الجداول الثلاثة وأعطانا إمكانية تحريرها، بمعنى ربما جيغي لي كولون، ربما نريد مسح أي من هذه الأعمدة لا نحتاج إليها، أو تغيير تموضعها، أو شيء من هذا القبيل، أو تقسيمها إلى غير ذلك بار ديليميتور. إذا هناك إمكانيات كثيرة للتحكم والتعديل على محتويات هذا الجدول الجديد الذي هو مكون من محتوى الجداول الثلاثة في الصفحة صفحات ثلاثة. طبعا أعطانا إمكانية إعطائه اسما، يمكن أن نعطيه اسما هذا الجدول الجديد أو هذه الصفحة الجديدة. لنضع مثلا الجميع، معنى جميع تلك الجداول أعطيناه هذا الاسم، ثم نذهب إلى فيرمي اي شارجي ونضغط هنا، فسيعطينا النتيجة النهائية على صفحة. رائع جميل. لاحظوا الآن مجموع الأسطر الموجودة في كل جدول هو 106، 37، 34، ثم 35، مجموعها هو 106. إذا نضغط على إغلاق هذه النافذة. لاحظوا سأغير وجهة أو توجه أو منطلق الصفحة من اليمين إلى اليسار بتغيير توجيه هذه الأرقام إلى هنا. قلنا بالضغط على ميزون فورم ثم فوي دو دغوات أغوش. إذا لدينا هنا الاسم، ثم النسب، ثم الرمز الوطني. إذا سأقوم بالضغط هنا مرتين حتى تصبح الخلايا قادرة على استيعاب المضمون. جيد. إذا أصبحت لدينا هذا الجدول الكبير جدا، والذي يحتوي جميع محتويات الجداول الثلاثة التي تم اختيارها في بداية هذه الحلقة. لإزالة هذه، لاحظوا هذه فقط تمكننا من الفلتراج أو ترتيب أو اختيار أو البحث إلى غير ذلك. إذا لم تكن في حاجة إليها، كل ما عليك هو الضغط على أي خلية من هذه الخلايا كلها والاتجاه إلى ضوني هنا والضغط على فيلتري. لاحظوا إذا اختفت تلك المثلثات الصغيرة، مثلثات البحث. وإذا أردنا لها أن تعود، يكفي أن نضغط على فيلتري فتظهر مثلثات البحث التي تمكننا من البحث والترتيب إلى غير ذلك. إذا نعود إلى هنا، لا حاجة لنا بها. إذا تمكننا من الحصول على جدول واحد. طبعا لاحظوا تاريخ الازدياد أصبح بطريقة مشوهة، ليس هو تاريخ الازدياد الذي كان موجودا في الصفحات الأخرى. تاريخ الازدياد لاحظوا بالطريقة المعتادة هنا 19 شهر 4 2007. إذا حتى نصلح هذا الخلل، يكفي أن نختار
العمود الذي يوجد به تاريخ الازدياد والاتجاه الى اكوي، ثم بدل ستوندار هنا نختار دات، اذا تاريخ الازدياد دات كورت او دات لونج، اختار دات كورت مثلا، لاحظوا فيتحول الى تاريخ الازدياد المتعارف عليه لدى الجميع. اذا اصبح الجدول جاهزا ويمكن ان نشتغل عليه بالبحث او الاختيار. مثلا اريد ان ابحث عن تلميذ هو موجود في نهاية هذا الجدول، مثلا اختار مثلا رشيدة هنا، اريد البحث عن هذه التلميذة، انا لا اعرف اين تتواجد، لو انني كنت ما ازال في الملف الاخر فلست ادري اين سابحث عن رشيدة، هل في الاولى واحد او الاولى اثنان او الاولى ثلاثة، انا لا ادري، يجب ان ابحث ابتداء هنا، ثم إن لم أجدها أتجه إلى الصفحة الثانية ثم الصفحة الثالثة. لكن في هذا الملف الذي تم إنشاؤه يكفي أن أضغط مثلا على أن أقوم باختيار هذين العمودين ثم أتجه إلى هنا غوشيرش، نضغط وأكتب هنا رشيدة، لاحظوا كتبت رشيدة، سأضغط هنا سويفون فينزل مباشرة إلى التلميذة التي أنا بصدد البحث عنها مباشرة، فأحصل مثلا على رقمها الوطني أو على تاريخ ازديادها أو شيء من هذا القبيل. إذا هذا هو كل ما أحببت أن أتقاسم معكم أيها الإخوة، أرجو أن يكون ذلك مفيدا لكم أو لبعضكم على الأقل، وأن يساعدكم في تدبير مكاتب الحراسة العامة التي تشتغلون بها أو مكاتب الموارد البشرية أو شيء من هذا القبيل في الشركات والمؤسسات التربوية التي تعملون بها. أرزقكم الله الصحة والعافية. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو، وتقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع طبعا من مثل هذه الأمور المفيدة جدا. ونضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.